بالنسبة لبعض الأشخاص يستغل اسم غيره في إقامة أو فتح مؤسسة تجارية، هو مثلا أحد الموظفين في الدولة، نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري، هل يجوز هذا أو لا؟ هل هذا كذب أو صدق؟ هل كذب؟ طيب هل الكذب جائز؟ لا ما هو جائز، ولكن يعني الآن الملاحظ أنا بيجي يعني لا من الملاحظ أن تسأل من المستحب أن تسأل الآن. نعم طيب إذا كان لا يجوز من المستحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء أو أقول ثانيا هل هذا من النصب للدولة أو من الغش؟ هل من الغش؟ من الغش. طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أو حق؟ ألا باطل. إذن ثلاثة محاذير في هذه المسألة: الكذب وغش الدولة وأكل المال بالباطل، وعلى هذا فإنه حرام، ولا يجوز الإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة. ويقال لهذا الرجل: إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل، وإما أن تأخذ بالعمل وتترك الوظيفة، الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عندها. نعم. طيب هل من الأولى لو أصدر فتوى في هذا الشيء؟ نعم أصدرنا فتوى موجودة في أقول موجودة عند الناس. ولو باسمك أبدا ما يجوز التحيل على الحكومة ما يجوز. جزاك الله خير.